مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد برنامجكم لايف المشاهير، يطلع لكم من الاحد الى الخميس على قناتكم وقناه كل عائلات الجزائريه الشروق تي في. ودائما كما تعودتوا اخبار الفنانين والحصريات دائما تشوفوها في برنامجنا وبرنامجكم لايف المشاهير. سعيده اني نتقاسم تقديم البرنامج مع زميلي عصام دهمه. مساء الخير. مساء الخير نيفين ومساء الورد والياسمين على كامل مشاهدي قناه الشروق تي في، وخاصه اوفياء برنامج لايف المشاهير. انتم اللي تهتموا بالاخبار وحصريات ولقاءات الفنانين، نحن نتعرفوا اليوم على مواضيعنا لحلقة اليوم في العناوين المراجعين. سارة العلامة تشوق متابعيها من إسطنبول، وحديث عن عمل درامي ضخم راح تشارك فيه. رمضان 2024، غياب محسوس لبيونا وحضور لافت لعتيقة طبال. وفاء أجيت ومحمد رغيس في أغنية وكليب دمار. أبرزهم راغب علامة، إليسا ونوال الزغبي، أغاني عربية شهيرة سجلت مرتين. وفي حلقة اليوم أيضا فوفا تورينو في اتصال مع برنامج لايف المشاهير من باريس. والأخبار الخفيفة والسريعة دائما تعرفوا عليها في فقرتنا كويك المشاهير من إعداد الزميلة ندى مهبالي. كما شفتوا مشاهدينا وزميلتي نيفين في كويك المشاهير، أنه الفنانة سارة العلامة نشرت صور ولا خلينا شاركت ستوريات عبر حسابها بالانستغرام، وين بان انه راهي في موقع تصوير. فاحنا خلينا نقول لكم من خلال برنامج لايف المشاهير انه راهي تواجد الان في موقع تصوير تيزر لعمل درامي ضخم، لكن تفاصيله انه بعد ما نشرت سارة العلامة ستوري وهي في موقع التصوير، عدة تساؤلات شفناها من جمهور ومحبين السندريلا وسندريلا الشاشة سارة العلامة، وخاصة كاين بزاف اللي قالوا انه راهي تصور في اشهار، لانه تعودنا نشوفوها تصور عدة اشهارات بجمالها طبعا في تركيا، لكن هو تصوير تيزر لعمل درامي ضخم في تركيا، وكل العمل الفني 100% تركي. صحيح زميلتي نيفين، وباقي التفاصيل ونكشفوا على العمل وشنو هو في حلقتنا ان شاء الله اللي راهي جايه. لكن احنا خلينا نقولوا لعشاق سندريلا الشاشه سارة العلامة واللي ياما تعودوا عليها يشوفوها من خلال شهر رمضان المبارك في اعمالها، هذا رمضان مش حنشوفوها في الاعمال الجزائريه، بالرغم انه تم عرض عليها اكثر من عمل، مثلا في حق ضايع تم عرض عليها الدور، لكن الدور راح لزهره حركات. اما في انتقام الزمن فايضا عرضوا عليها، لكن الدور راح لشيماء عطله، وكذلك وردة ميرامار تم اقتراح اسمها بقوة، لكن للأسف احنا نقول لكم مش حتتواجد في رمضان على الشاشة الجزائرية. لكن هذا العمل راح يتصور في تيزر ديالو راح يتعرض في رمضان ولا لا، هذا الشيء اكيد راح نجاوبوا عليه من خلال عددنا الجاية طبعا. وكما قال لكم زميلي عصام دهما، هل العمل راح يكون في رمضان قبل رمضان او بعد رمضان؟ راح نتعرفوا على الاجابه في البرنامج طبعا، وان شاء الله تكون حاضره معنا سارة العلامة لما لا في اتصال وتكشف لنا على هذا العمل وعن القصه، وخاصه انه على بالنا دبخل من المصادر لبرنامج لايف المشاهير انه راهي متكتمه، وقالوا لها طاقم العلم ما تكشف حتى معلومه. اكيد هذا التزام بالعقل، جبنا معلومات ورانا جبنا لكم التفاصيل على الستوري اللي كنتوا شفتوها. يلا نروحوا الى مواضيع اخرى، وكنا شفنا قبل ايام بدايه كاس امم افريقيا لكره القدم اللي كنا شاركنا فيهم، لكن الجزائر ما شاركتش الا في كره القدم، شاركت ايضا في كره اليد واللي كانت مسجله ومفرحه كل الشعب الجزائري. ويلا كانت بدايه بطوله افريقيا لكره اليد للرجال 2024 في 17 جانفي الى 27 جانفي في مصر، وهي البطوله المؤهله لبطوله العالم لكره اليد للرجال 2025 في كرواتيا الدنمارك والنرويج. النسخة 26 زميلتي نيفين عرفت مشاركة 16 منتخب، يعني منتخب افريقي، وخلينا نقول لك ايضا خرج المنتخب الوطني لكرة اليد من المنافسات كأس افريقيا لأمم 2024 محتلا المركز الثاني بعد انهزامه في النهائي يوم السبت الماضي امام المنتخب المصري بنتيجة 29 مقابل 21. وظهر المنتخب الوطني بوجه مشرف بعد فوزه في كل المباريات اللي نشطها ليتعثر في المباراة النهائي لبطولة افريقيا للأمم 2024، كان لعب مع مصر كما قلنا لكم وخسر. صح زميلتي نيفين، وصح شرفنا وفرحنا، علاش؟ لانه احنا كنا نعيشوا خلينا نقولوا كامل الجمهور كان يتبع فيه كرة القدم
القادم ونشوفوا في الماتش. فترة صعبة صحيح، كنا تعادوا بعد الخسارة ثاني كانت صعيبة علينا. صحيح، وكنا نقول لك أنه الشعب الجزائري يتبع كرة القادم أكثر من الهوندبال، لكن احنا بمجرد أن سمعنا الجزائر خسرت في الكان 24، لكن الحمد لله غير شفنا الهوندبال باللي الفريق الوطني لكرة اليد حقق نجاح وعدة نجاحات وهزم فرق عربية قوية ووصل خليني نقول لك بعد سنوات يمكن 10 سنوات ما احتلش هذه المرتبة. صحيح، لكن الجزائريين دائما يشرفونا وفرحونا خاصة بعد فوز منتخب الجزائر لكرة اليد للرجال البلد المجاور او البلد الجاره، وفرحونا وفرحوا كل الشعب الجزائري لانه بعد ما تعثرنا احنا في كاس امم افريقيا كاين بزاف اللي فرحونا وفرحوا اللي خسارتنا، الا احنا ما جبناهاش في البالون جبناها في اليد ما خلاوهمش يستشفوا فينا. المهم احنا رابحين والجزائر رابحه رابحه وعلمنا توج وقت طالع ويفرفر. صحيح، خلينا نقولوا الشباب الجزائري ولا الجزائريين دائما يشرفونا وحاضرين ويفرحونا. وقد نجح سباعي الجزائري في هذه التصفيات في تنفيذ ولا تفنيد عفوا كل التكهنات التي لم تكن في صالحه قبل انطلاق الدورة نظرا للظروف الصعبة التي مر بها خلال تحضيراته. يعني التحضيرات ما كانتش سهلة زميلتي طبعاً، وكان تم تعيين المدرب الوطني فاروق دهيلي خلفا لصالح بوشكريو قبل أسبوعين فقط من بداية المنافسة واكتفاء بتربصات بسيطة في قطر وتونس. يعني احنا على بالنا باللي كرة اليد أو الأخرين الرياضات عفوا الأخرى يعني ما عندهمش بزاف هكا كما نقولوا مساعدات ولا الأنظار ليهم، ماشي كما كرة القدم. يعني كي نقولوا البالون ولا الفوت يعني كل الناس تشوفوا وتتبعوا حتى لي سبونسور والدعم كلش ليه، ماشي كما الهوند ولا الباسكيت ولا البولي. فهذا واش كنا نشوفوا لكرة اليد لأنه مر بفترة بزاف بزاف صعبة وما كانش عندهم مساعدات اللازمة اللي تقدر تساعدهم وتدعمهم باش يكونوا في هذه المرتبة. لكن بالرغم إيمانهم وخدمتهم وإصرارهم على الفوز الحمد لله فرحوا الشعب الجزائري ومحبي كرة اليد وجابوا لنا المركز الثاني وين تحصلوا على خلينا نقولوا الفضية الميدالية الفضية، وأكيد مازال عندهم منافسات أخرى في باريس ولما لا أيضا الأولمبياد باريس وكذلك كأس العالم لكرة اليد في 2025 إن شاء الله يحققوا انتصارات كبيرة. يلا زميلتي يانيفين نروحوا من كرة اليد والفوز والفرحة اللي عاشها الشعب الجزائري نروحوا إلى الأعمال الرمضانية وين كنا خلينا نشوفوا خلال كل موسم رمضاني وجوه فنية طلع لنا في عدة أعمال وكي اللي نتوحشوها ونفتقدوها وما نشوفهاش من خلال الشاشة. وخلال رمضان اللي فات كنا شفنا فنانة كوميديانة حبيناها وهي فنانة قديرة وكبرنا على أعمالها اللي هي الفنانة بيونا واللي كانت حاضرة أكثر من خمسة أعمال من بينهم أخو البنات اللي تعرض على قناة الشروق تي في. هذا العام راح نشوفوا خلينا نقولوا غيابها للأسف وإن شاء الله لما لا تكون مفاجأة وتكون ضيفة شرف في أحد الأعمال. كما قلت عصام أنه في الموسم الرمضاني بيونا كانت سجلت العودة تاعها للشاشة بعد غياب كبير ما شفناها وكانت غابت عن جمهور محبينها الى انه يعني اللي كان حابه وحاش يشوفها شافها في الدراما وشفناها في الكوميديا. صحيح، عادت بقوه زميلتي نيفين، لكن ان شاء الله ما تطولش علينا الغيبه هذه المره. اما كاين فنانه جزائريه توحشناها وهذا رمضان ثاني راح تكون حاضره، واش رايكم نروحوا مع بعض نتعرفوا عليها شكون هي مع زميلتنا هاله عيساني وراجعين. بعد أن تم الكشف عن أسماء الفنانين المتواجدين ضمن الأعمال الرمضانية لرمضان 2024 من كوميديا ودراما وحتى برامج، يبدو أن المنافسة ستكون هذه السنة قوية بحضور نجوم الفن وإدراج الناشطين على السوشيال ميديا والمعروفين والمؤثرين. الملاحظ في كل هذا غياب اسم الأسطورة وملكة الكوميديا بيونا، واللي العام اللي فات شفناها في تقريبا خمس أعمال على غرار أخو البنات، سكركش، الضامة، دار الفشوش، معيشة في الجود. خلينا نقول تهافت عليها المنتجين من الدراما والكوميديا وفي كل القنوات الخاصة والعمومية. ولما تسأل عن السبب البعض يقول إنه هذا تكريم لها وحبوا العودة تكون برمضان، لكن وبعد لكن ثلاث نقاط أين بيونا هذه السنة؟ بالمقابل راح نشوفوا عودة محبوبة الجزائريين عتيقة طوبال في أكثر من عمل. هنا أنا والمشاهد نطرح السؤال، ما هو معيار إدراج هذه الأسماء رغم ضخامة تاريخها الفني
وهل وبعد الهل أيضا ثلاث نقاط، هل أصبح تراند هو الحاكم في إدراج الأسماء عند البعض من المنتجين والمخرجين؟ العام الماضي كانت بيونة ضيفة الشروق في حوار خاص حقق أرقام كبيرة، ليليها حوار خاص لعتيقة غزا المواقع. وهنا نفتح قوس، أكيد قناة الشروق دائما مرجع، ولكن وكثرنا من لكن. أعلم أنكم تنتظرون الإجابة، هي قريبا على لايف المشاهير في جزء ثاني للموضوع. طبعا شكر كبير للزميلة عفوا هالة عيساني عن هذا الورقة أو التقرير الجميل اللي كنا شفنا كل الفنانين اللي نحبوهم، وخاصة الفنانة المحبوبة بيونة وعاتقة. أكيد زميلتي نيفين، فبالتوفيق لكل الفنانين الجزائريين، وأكيد ماذا بينا نشوفوا الفنانة عاتقة طبال في الكوميديا، لأن الصراحة احنا تعودنا على أعمال الكوميديا. وخينا نقولوا حتى بعد المقاطع اللي انتشرت في التيك توك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، مالغري انه بعد شاف انه في تقليل من قيمتها، لكن هدف عتيقة ولا هدفنا احنا انه نعيش هذوك اللحظات ويعني نعيش هذاك الفكاهة تاع عتيقة. ان شاء الله نزيدوا نشوفوا عتيقة في هذا رمضان وفي اعمال كثيرة ان شاء الله، ماشي غير عملين، انه توحشناها. وعلى بالنا باللي عتيقة يعني كان يكون عندها خمس اعمال راح نشوفوا خمس شخصيات مختلفة، صح، ما نكرهوش منها وراح راح تضحكنا وراح تفرحنا كما تعودنا دائما نشوفوها في الشاشة. لانه عصام برك انا وحدة اللي كنشوف هذوك المقاطع تاعها في تيك توك على المقطع فوغيغ ونضحك، صح صح. لو كانت اليوم ودي منك مقطع يضحكك وشنو هو؟ مونبونر مونبونر. يلا زميلتي نيفين، يلا نمروا الى موضوع اخر ونروحوا ونطيروا بكم الى باريس ونراه المغني فوفا طوني نوحا راوي تماك، لانه راوي يحضر في اعمال وراوي يصور في كليبات، ودرنا اتصال معه باش يحكي لنا على جديده وعن اعماله وعن الفنانين اللي راوي يحضر في اعمال معهم. يلا نحسنوا مع بعض ورجعنا. السلام عليكم اختي نيفين، سلام لكل الشعب الجزائري وكامل اللي تبعوا برنامج لايف مشاهير. الجديد يالي هو ألبوم او بي تاع ست اغنيات ان شاء الله، وبعد ست اغنيات كاين لي كليب فيهم اللي احنا حطوه في الديبيو تاع شهر فيفري هذا ان شاء الله. الاغنيه الاولى بالالبوم هذا من او بي هي اسمها مارتو، ان شاء الله نحطوها في الديبيو تاع الشهر هذا ان شاء الله. دوك هاد اليومين نحط لهم لا دات اوفيسيال، ورانا نوجدوا فيها كما نقولوا في حاجه في او بي واحد اخر اللي حيكون فصل الصيف ان شاء الله، وبلا الاو بي دوزيام تاع فصل الصيف انا نوجدوا اعمال واحد اخرى، دي سينجل وكاين دي ديو وكاين حاجات واحد اخرين توجور مع لا بواط برودكسيون سيفار. ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نكونوا بقوه. وبلا الاو بي هدايا كاين ثاني اعمال واحد اخرى اللي هي جايه اللي تلقاوها ثاني في القناه تاع سيفار برود، عندي ثاني مع عاقل صغير اغنيه مع عاقل صغير كي واجده ثاني ان شاء الله تخرج في القناه تاع سيفار برود. ورانا نوجدوا في الاو بي الدوزيام اللي حيكون او بي تاع فصل الصيف، وكاين اعمال واحد اخرى بلا الاو بي كما نقولوا بزاف انتاجات في هذا 2024 راح يشوفونا بزاف اعمال ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في حسن ظن الببليك ديالنا. هذه هي نقولوا الببليك تاعنا اللي صبر مع فوفا طورينو وقعد في دال توجور، ليكم الصحه ميرسي بوكو. وعندي ثاني اعمال فنيه واحده اخرى لي بعدي رابور في فرنسا هنايا اللي رانا نوجدوا في الكليب ورانا نوجدوا في الاغاني ان شاء الله، وكاين مع فنانين واحد اخرين جزائريين نخليهم سيربريز ثاني حيكونوا اعمل واحد اخرى ان شاء الله فصل الصيف هذايا. وتوجور عندي اغاني مع تانيت، عندي اغنيه مع الشاب عاقل اللي حتكون في قناه سيفر برودكسيون ان شاء الله. كاين بزاف اعمال ان شاء الله هذا العام 2024 حيكون فيه اعمال ان شاء الله. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. بالتوفيق الفنان فوفا طورينو اللي عمله دائما تحقق نجاح. وايضا زميلتي نيفين نقول لك ليك بالك انت على بالك، لكن الجمهور الجزائري واللي حب الاغنيه خلينا نقولوا قريب الرايويه، ولا خلينا نقولوا الاغنيه ولا ستيل زنقاوي، انه الفنان فوفا طورينو يكتب اغاني وكاين بزاف اغاني حطمت ارقام قياسيه في المشاهدات كان هو كتبها، لكن اداها العديد من الفنانين اللي معروفين في الساحه الجزائريه. انا راح نشوفوا انتعاش في الاعمال الفنيه لفوفا طورينو كما قال في الاتصال انه عنده عده اعمال وعنده حتى ديوهات كثيره راح تتجمعوا، راح نشوفوا مع جاري باليربو، راح نشوفوا مع عاقل صغير، وعنده فنانين اخرى واحد اخرين عفوا ما حبش
يكشف على الاسماء تاعهم. لكن خليني نقول لك انا الشيء اللي حبيت نقوله للجمهور، انه كثير ما نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي انهم يقولوا انه كاين خلاف بين جليل او فوزي وما راهمش مع بعضهم، لانه على بالنا بلي كانوا يغنوا مع بعضهم، كان شغل جروب واحد مع بعضهم، الا انه كي كل واحد ولا يغني سينجل جروب طورينو اكزاكتومون، ولا كل واحد يغني وحده، ولو بزاف نشوفوا يقولوا بلي ضربوا ولا انفصلوا. لكن من خلال الاتصال اللي درناه مع فوفا طورينو راهو كشف انه عنده اغنيه مع جليل، وراهو يتعامل مع لابواد تاع جليل، وراح تطرح الاغاني تاعو في لابواد تاع جليل. يعني من هنا نفهموا انه كل الاخبار اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي عن خلافاتهم مجرد اشاعات. صحيح، وبالك خلينا نقولوا حتى هذو الفنانين ما يبينوش علاقتهم ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشيء اللي يخلي الناس تتكهن وتنشر هذه الاشاعات. زميلتي نيفين كما قلت لك انه فوفا طورينو هو يكتب اغاني ويؤديها فنانين واحد اخرين، لكن ما عادوش نشوفوا فوفا طورينو يؤدي هذيك الاغاني، لكن كاين فنانين واحد اخرين يكتبوا اغاني ويعطوها للفنانين واحد اخرين يغنوها وتتعرف وتنشر، لكن بعد نهايه مده العقد تاع ديك الاغنيه يعاودوا يغنيوها فنانين واحد اخرين وتباع مره ثانيه. حنا واش نقصدوا هنايا انه فنان تكون عنده ملكيه الاغنيه انه يغنيها مره ثانيه فنان واحد اخر، ماشي نقصدوا لي كوفر. واش رايك مع بعض نروحوا نتعرفوا على الاغاني اللي تسجلت وعرفت يعني انتشار بفنانين لكن تعودت تسجلت مره اخرى في ولا من في استديوهات من طرف فنانين واحد اخرين، وهذا اكيد مع زميلنا امين زعرير وراجعين. نيفين حبيت فقط نضيف التعليق على تقرير زميلنا امين زعرير، وللصراحه والامانه هو اللي قال لي هذه المعلومه في كواليس البرنامج، هو انه الفنان مروان خوري يكتب اغاني بزاف الفنانين لكن يعرف كيفاش يدير، يكتب اغنيه يعطيها الفنانه تغنيها تنشر هذيك الاغنيه، ومن بعد لفتره ما يعني بمجرد انه تنتهي مده العقد يعاود هو الاغنيه بصوته يعاود يغنيها بصوته، وهذا يحقق له شهره كبيره. يعني طريقه مليحه، يعني طريقه ذكيه من مروان الخوري. بصراحه هذه المعلومه ما كنتش نعرفها، وصحيح هذا واش نشوفوا ايضا عصام انه لي كوفر من ذاك نشوفوا الكوفر ينجح واللي الانسان يؤدي هذيك الاغنيه تنجح ودير نجاح كبير والناس تحبها اكثر من الفنان اللي يكون غنى الاغنيه هذيك الاصليه. صحيح، انا معك. فمثلا اغنيه غزالي اللي غناها بلال طاكيني حققت مشاهده اكثر من الاغنيه اللي الاصليه اللي كان دارها موحى ميلانو. لكن بصح سمح لي زعما تنيفين انه حنا واش نهضروا هنا ماش نهضروا دي كوفر، انا نهضروا انه ملكيه الاغنيه تكون للفنان هذاك. طبعا يعني كاين اختلاف ضفتها لك، وكاين اكيد نشوفوا حاجه اخرى عصام انه الذكاء الاصطناعي اللي رانا نشوفوه بزاف دوكا في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اغنيه تسمعها بصوت يعني الاغنيه اللي ناس يسمعها بتاع شيرين ولا بإليسا من ذاك انا تعجبني صراحه، نقول كان غير نسمعها بالصوت. صح، انت ما سمعتيش فنانه مثلا نانسي عجم تغني في الراي الجزائري بالذكاء الاصطناعي؟ سمعتها بالذكاء الاصطناعي. واش رايك؟ ما عجبتنيش بزاف. صح، كاين من عجبتني كاين من ما عجبتنيش. يا معليش. اما الان زميلتي نيفين مشاهدينا الكرام يرفع على مسامعنا اذان صلاه المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمه وضواحيها. والمغفرة والتواب، اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. كنا ربطنا اتصال مع فوفا طورينو من باريس، والآن نروح بكم إلى إسبانيا عند الفنانة وفاء أوجيت واللي ربطنا اتصال معها باش تحكي لنا عن كواليس أغنيتها غلطة حياتي اللي جمعتها مع الفنان الغيس، وتحكي لنا عن جديدها وخاصة عن الأغنية هذه اللي غنتها واللي صورتها في مدريد. صحيح، واللي فيها روح التراث التركي. نروحوا نسمعوا هذا الاتصال مع بعض وراجعين. مساء الخير مشاهدي برنامج لايف مشاهير، معكم الفنانة الجزائرية وفاء أوجيت. تحياتي لكل معدي البرنامج وكل طاقم قناة الشروق، شكرا لكم على اهتمامكم الدائم بكل جديد يتعلق بالفنانين الجزائريين في كل مكان. اليوم جبت لكم بزاف جديد معايا. نبدا نحكي لكم على مشروع اغنيه لا فوت دو ما في، غلطه حياتي، اللي عملت الكليب تاعو في اسبانيا بانتاج شركه اسبانيه وبتعامل مع ارقى واكبر مصمم ازياء في اسبانيا اللي هو اسمه فيليكس راميرو، وكذلك بتعامل مع الفنان الممثل محمد الرغيس. تم تصوير الاغنيه في مدريد وكنت سعيدة جدا لأنه النتيجة كانت أجمل مما كنت أتوقع، وحضور الفنان محمد الرغيس في الكاميرا كان أروع مما يكون. إن شاء الله تكتشفوا معايا الكليب قريبا والأغنية إن شاء الله تعجبكم.
من هنا نوجه تحياتي لخويا محمد الرغيس، نقول له شكرا جزيلا على التعامل تاعك، وان شاء الله يكون بيناتنا مشاريع اكثر. كذلك هنالك اغنيه جديده راح تنزل ابتداء من الاسبوع القادم في تعامل مع الفنان دي جي مولاي، الاغنيه اسمها حياه جديده، اغنيه جميله جدا وحزينه جدا من كلمات والحان دي جي مولاي، ان شاء الله تعجبكم وتشاركوني ارائكم لما تسمعوها. هنالك أغنية جديدة اللي سموها ميساج، وهذه الأغنية كذلك من كلماتي وألحاني، أغنية فيها رسالة جد محفزة وإيجابية لكل النساء الذين يعتقدن أنه إذا فشلنا في الحب فتنتهي الحياة. هذه الأغنية إن شاء الله فيها رسالة لكلنا، إن شاء الله تعجبكم بزاف وتحبوها بطريقتي. الأغاني في أغلبيتها من ستيل يعني نوع الغنائي الراي إيقاعية، وكذلك فيه برامج أو مشاريع أخرى مع فنانين في الجزائر وخارج الجزائر عبارة عن ديوهات. شكرا لكم مرة أخرى، برنامج لايف مشاهير قناة الشروق، تحياتي لكم وإلى اللقاء. صراحة أنا عجبتني الرسالة اللي في الأغنية تاع وفاء وجيت، متحمسة باش نسمعها إن شاء الله. زميلتي نيفين بالتوفيق لوفاء وجيت، للصراحة هي من الفنانات اللي صوتهم قوي لكن ما أخذوش حقهم، صوتها جميل رائع. أنا صراحة وفاء وجيت نحب نسمع صوتها. يلا بالتوفيق لها ونكمل الفنانين كما دائما نقولوا. وش رايك نكملوا جولتنا حول العالم من إسبانيا، نكملوا في رحلتنا مع زميلنا أمين زعرر ونشوفوا أخبار الصحة العالمية وراجعين. ويلا ختام برنامج لنهار اليوم راح يكون بأغنية ساينسيتك اللي كان طرحها الفنان مصطفى غفور اللي كان في برنامج غني جزائري. نخليكم معها، مع السلامة.